السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناة ست البيت. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية الرقاق باللحمة المفرومة. رقاق ناشف، سمنة، شوربة، لحمة متعصجة. احنا قلنا قبل كده اللحمة المتعصجة بتتعمل ازاي. بصلاية وسمنة، هتتبل شوية البصلاية، هننزل عليها اللحمة وملح وفلفل أسود، وهنقلبها حوالي 5 دقايق لغاية تستوي، ما بتاخدش وقت خالص. الطريقة بقى، الأول هنحط في الصينية بتاعتنا سمنة. الرقاق يا جماعة ينفع يتعمل باللحمة المفرومة عادي، وينفع بقى نحشيه برضو الجديد الفراخ. طريقة الشاورما، نعمل الشاورما ونحشي بيها الصينية. هنشرب بس الصينية كويس كده، ايه شوية سمنة حلوين من تحت. والرقاق بتاعنا بقى هنعمله ازاي؟ احنا عندنا شوربة، الشوربة دي ايا كان هي بقى، بتاعت بط، بتاعت فراخ، لحمة، اللي يعجبك. طبعا محدقينها واحنا بنسلق الحاجة فيها، فهي مش محتاجة احنا نحط فيها حاجة، هنسقيها كده. هناخد الرقاقة وهنلف كده، وبالمعلقة هننزل عليها الشوربة كده. احنا بنعمل كده ليه؟ عشان الرقاق الناشف معانا يبقى ايه، طار شوية. وهنلفها الناحية التانية نفس الموضوع. هنحطها في الصينية، الصينية بتاعتنا ايه، صغيرة شوية، هنكسرها كده، هنحاول ندخل الرقاقة بتاعتنا. طبعا لو في رقاق اصغر من كده شويه يبقى احسن يعني كده. ناخد واحده كمان. الرقاق باللحمه المفرومه ده يا جماعه طعمه حلو جدا، طريقته سهله، سريع، ما بياخدش معانا وقت خالص. بالراحه عليه، عشان طبعا ايه، عمال يتكسر في ايدينا، لان هو رقيق جدا، فاول لما يجي عليه طبعا الشوربه بي ايه، بيبوش. نبدا يعني ننزلها كده. انا بالنسبه لي يا جماعه بحب رقاقتين تحت ورقاقتين فوق، ما بحبش يعني الصينيه بتبقى سميكه، او بحبها ان هي تبقى رقيقه. اللي حابب الرقاق يبقى سميك يزود 3 رقاقات من تحت و3 من فوق، او 4 و4، دي يعني حرية شخصية. طبعا الاكل ده اذواق، وكل واحد حسب ذوقه اللي بيحبه فيه. سوي طبق سخن، هنزل اللحمة كده. هفرد اللحمة بتاعتي، واللحمة المفرومة بتاعته يا جماعة ما بتحطش عليها صلصة. اللي بيحب يحشي اي حاجة يحط معلقة صلصة، لا الرقاق ما بتحطش عليه صلصة. وهناخد الرقاق تاني. انا بحط سمنة في الرقاق المحشي لحمة مفرومة، او طبعا الفراخ، بحب احط من تحت السمنه في الصينيه وفوق الوش عشان ما يبقاش دسم قوي. اللي برضو بيحبه دسم يحط بقى ايه، كل ما يحط رقاقه يحط عليها سمنه زي الجلاش كده. بس اللي بيحب يعني يقلل نسبه الدهون يعملها بالطريقه ديت. طبعا ده ما بيبانش في الاخر ان انا كسرت الحاجات دي بحطها. طبعا لما يجي يتقطع بقى تحطيه في الفرن ويتقطع في الاخر، ما بيبانش انك انتي مكسره الحاجه كده. بس برضو بقول اللي عنده رقاق صغير يعرف يجيب رقاق صغير يبقى احسن. يا ترى بقى، ما دام كده كده هكسر، وايه
انا دلوقتي يا جماعه مشغله الفرن بسخنه عشان لما احط الرقاق يبقى جاهز، بقى ايه سخن معايا يستوي معايا على طول، ما يبوظش عقبال لما الفرن ما يسخن. بس كده وابدا احط عليه السمنه تاني. برضو يا جماعه بقول اللي حابب ان الرقاق بتاعنا يبقى سميك يزود طبقات الرقاق. كفايه كده سم. دلوقتي يا جماعه انا دلوقتي هحطها في الفرن، انا مشغله الفرن دلوقتي فوق وتحت، هخليها عليها ربع ساعه، او تشغلي عليها الفرن الاول ربع ساعه بعد كده تشغلي الشوايه عشان الوش يحمر. دي الطريقه السهله بتاعه التسويه. في طريقه تانية بتتحط على البوتاجاز، اني احط اولع البوتاجاز بتاعي واحط عليه الصينيه كده، وكل شويه اقعد الف في الصينيه كده، بعد كده اقلبها الوش الناحيه التانية واحطها برضو على النار واقعد الف دقيقه كده، كل شويه دقيقه كل دقيقه اقعد الفها كده. بس في الفرن دي الطريقه الاسهل لعمل الرقاق، عشان ممكن وانت بتقلبيها حاجه تقع منها من النص ما تتظبطش معاكي، فاحنا ناخد الطريقه الاسهل بتاعتنا. هنحطها في الفرن ربع ساعه، بعد كده هنشغل عليها الشوايه والشاي يحمر، واوريهاكم في الشكل النهائي ان شاء الله. وكده يا جماعه الشكل النهائي لطريقه عمل صينيه الرقاق باللحمه المفرومه. يا رب تعجبكم، جربوها وقولولي في التعليقات ايه الاخبار، وبالالف هنا وشفا.